عينيكي يا مودلال ويطعمك ايام احلى منك. مد امك لباب السما يا مو، قلبي حاسسني اني رح اتهنى ورح اشوف ايام حلوه ان شاء الله يا رب. امين. كانه الباب عم يندى. ما سمعت هيك شيء. بلن بلن. مين مين؟ انا. مين انتي؟ انا سارة بنت الحكيم موسى. هني هني شو بكي؟ شو في؟ سارة سارة مو مبينة. شلون يعني مو مبينة؟ وين راحت؟ ما بعرف والله مو مبينة مو مبينة. لا تكون راحت عند بيت ام موريس او عند الجيران. تطلع لحالها، تطلع لحالها، تطلع بدوني. سارة 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 قومي حبيبي، قومي روحي عند الجيران دوي عليها. يلا قومي لشوف. تعي تعي معي شدي حيلك، روحي عند بيت موريس وعند الجيران دوي عليها. يلا لشوف شدي حيلك. يا عمو شو بدك تعملي هلا؟ ايه تروح تنقبر وترجع لبيتها. شو هالبنت يلي مانا مربايه ولاحقة رجال؟ خيريه نقطيني بسكوتك، ماني ناقصتك انا. طيب مرت عمي شو بدك تساوي؟ هلا بشوف شو القصه. انت جايه مشان معتز؟ انت عارفه حالك شو عملتي؟ عرفاني حالي شو عملت. قومي قومي لرجعك على البيت قوام. قومي خالتي. أنا ما أجيت لهون لحتى أرجع على البيت. يو ايه شو صار؟ انا عند حدا. شلون ما رحت عند حدا؟ شلون؟ بنت الحكيم موسى مو مبينه بالحاره؟ بنتي انا مو مبينه بالحاره؟ تعي تعي نطلع على غرفة قهوة. يلا شوفي بين الوعية دوري. شوفي لك بنتك هربت يا حنة، بنتك هربت من عجلتها تركت اوعيها. شوفي يا لأبدي يا لأبدي. شلون هربت قدام عينيكي؟ شلون هربت؟ والله ما بعرف. لك شو ما بتعرفي؟ مين بيعرف لك هذا؟ والله لا ننفضح قدام اهل الحارة، والله لا ننفضح قدام اهل الحارة. شوفي يا مو. سارة سارة بنت الحكيم موسى اجت مشان معتز. شو عم تحكي انتي؟ وينها؟ ليك بقط القعدة. حط على راسك عمو. روح وين بدي.
عمي انت شو جابك لهون؟ يلا عمي يلا يلا خلينا نطلع نروح نبوشنا على بيت اهلك يلا. لا عمي انا ما فيني ارجع لبيت اهلي. والله يا عمي اذا برجع لهني بيقتلوني. عمي انت من زمان طالعه من البيت. يا عمي من زمان طالعة. لك عمي الله يرضى عليك انت عارفاني حالك شو مساوي هلا هلا انت عارفاني حالك شو عم تساوي هلا باهلك ولا ولا يلا الله يرضى عليك يلا خلينا نمشي منك نرجع لبيت اهلك يلا يلا يلا. لا عمي ما بدي ارجع ما بدي ارجع لبيت اهلي. والله اذا برجع بيقتلوني والله بيقتلوني. انا جاي بدي معتز بدي معتز عمي جان الله جيب لي معتز. شكرا لا اله الا الله يا عم ما في معتز. شو معتز هاد؟ شو هاد؟ لا حول ولا قوة الا بالله. سويت وشي اللي بابني سويت وشي. ضليت اقول معتز عاقل وما بيعمل شيء لحتى سويت له وشي. اللي هلا شو بدي اعمل بهالقصة؟ لك انت شو انت؟ من شو معجون انت ولا؟ لك يخرب بيته طول بالك لك يخرب بيتك من حالك عرفان شو عم تساوي؟ انا هيك ربيتك ولا؟ ولك ابن عصام عم يلعب باعراض الناس يلا خلي انا اشوف يلا شو حلتها يا ولا؟ ابو عصام خليه يحكي شو حلتها مشان الله احكي لك روق يا ابي بالحلة مشان الله انت روق روق بالحلة ولك يخرب بيتك من حالك عرفان شو عم تعمل انت؟ ولك مصيبة زتيتها فوق راسنا هيك فرزتها يخرب بيتك لك اعراض الناس هاي لك معتز لك هي مو محقوقة انت المحقوقة انت الها عليك لك خصيتها هي برابطنا كلياتنا كلياتنا روق يا ابي روق مشان الله ولك شبك خرست خرست اجتك الجمدي هلا خربت بيتنا انبسطت الله لا يوفقك لك يخرب بيتك اعراض الناس هاي ولك هي المخلوقة مو محقوقة انت المحقوق ولك الها عليك ولابسك الها من فوق لتحت مشان الله يخرب بيتك ولك خطيئة برابطنا كلياتنا برابطنا كلياتنا صحتك يا ابو عصام لك يا ربي رضاك ولا غضبك يا ربي رضاك ولا غضبك شو بيعمل ناقص انا كل مصايب الدنيا كوم وهالمصيبة هي كوم تاني فوق راسي شو بسوي لك سؤال لك مخلوقة لا من توبنا لا من ديننا وفوقها بنت واحد صاحبي لك على الصاحب عندي بالشام يخرب بيتك من حالك شو بدنا نحلها شلون بدنا نحلها انت شوف شلون بدنا نحلها حلت عندي يا ابي هي حلت عندك انت شوف حلها بتجوز على سنة الله ورسوله بتجوز على سنة الله ورسوله ولك لو كانت تقدر تتجوزها عادي ما كانت هربت المخلوقة وجيت لعنا ما في غير الحل يا ابي ما في غير لك واهلها واهلها ما فكرت باهلها مخلوقة مال اهل مقطوعة هيك ولعنا ما لها محل تفكر فينا ما في غير الحل يا ابي ما في غيره يا ابي مشان الله روق روق خلينا نقعد نحكي لنا كلمتين مشان الله روق لك شو بدنا نحكي لك شو بدنا نحكي لك انتفخ قلبي انا انتفخ قلبي وما في فايدة مصيبة فوق مصيبة مصيبة فوق مصيبة اللهم لا أسألك رد القضاء وإنما أسألك اللطف فيه بس يا رب اللهم لا أسألك رد القضاء طول بالك يا تقبرني طول بالك كله بينحل انا ما عاد لي بهذا البيت يا عمي الله يرضى عليك كبري على هذه كبري على هذيك ولا عم تسويها لا ما بصير معلش عمي بدك تسمح لي هي المره لانه كل شيء صار كوم واللي صار هلا كوم تاني لك يا بنتي معك حق والله معك حق بس لا تتركينا برضاي عليكي شو ساوي يا مرت عمي روح جيب له الشيخ مشان يكتب له الكتاب عمي الله يرضى عليك استني شوي روحي روحي والحق معك وانا معك كمان بس بدي منك شغله واحده امرني عمي
بدنا ما نجيب سيرة على اللي صار هون بالبيت الله يرضى عليك. حاضر. هربت؟ شلون هربت يا مو؟ ما عاد نحكي شلون هربت، المهم نلاقيها. لا لا لك وين بدنا نلاقيها يا بي؟ لك علي الحلال إذا بلاقيها لك ما حدا به. لك هي رح تتحاسب، رح تتحاسب، بس قبل ما تتحاسب لازم نلاقيها، ولازم هذا الخبر يبقى سر هون بهذا البيت وما يطلع لبرا، فهمت؟ بلكي اجوا سؤال الحارس سألوا عنا. تحججي، قولي ميتة، نايمة، مريضة، خلاص؟ ما بقى بتعرفي تتحججي؟ شو بدنا نساوي يا بي؟ والله ما بعرف يا بي، ما بعرف شو بدنا نساوي. شي بزح العقل، شلون وين بدنا ندور عليها؟ ما بعرف. وين بدنا نلاقيها؟ روح دور عليها بالكنيس، دور عليها بالمشافي، دور عليها بالخانات، دور عليها بمخافر الفرنسيين، دور عليها بكل قرنة، طلع مع طلوع الضوء لا ترجع لبالليل، فهمت؟ أنا كمان رايح دور عليها، يلا قوم بسرعة بسرعة. روحي جيبي هاجر بسرعة. لك يلا. ان شاء الله شوفي. ما في شيء. شلون ما في شيء؟ زعلانه انت ومعتز ما؟ ايه زعلانه. ايوه خير ان شاء الله، احكي لي شو صاير. القصه انه قعد لي بالبيت لا شغله ولا عامله وعم يتفشج فيني. طيب تنحل تنحل، فوتي فوتي. لك صمام معتز وعمل مثل ما عم يقول لك ابوك، مشان الله لفها بقى. ما رح يصير إلا مثل ما بدك. معتز ما رح يضل تكي بالبيت. ما لوبة بصير يضل بالبيت. ليش لوبة بصير تعتب باب البيت؟ طالعوا المخلوقة هي عنا هون، هي أمان الكبي هي. ولي على أمتي وين بده يروح بحاله وين بده ينام؟ لك خلصيني بقى سؤال، مشان الله يروح ينام، ينام بالبرية بالصلاة وما كان ينام، بس هون إذا بيعتب باب البيت والله بكسر له رجله. لك هي مخلوقة أمانة برابطة يخرب بيتكم. خلص مثل ما بدك. أبي. أمرك يا أبي. شوفي سيرة المخلوقة ما بتطلع برة البيتها. هي معلوم؟ عم تفهم علي شو عم بحكي؟ ايه يا بي امرك امرك. نشوف والله كيف بده يحلها. ابي رح تخبره للحكيم موسى؟ الله يكون بعونه. الله يحمين معه. لك الله يكون بعونه، قول بس الله يكون بعونه بس. خلاص يا بي خلاص. انا رح اخذها واكتب كتابي عليها. واخذ خيرية وابني وهج برات الشام. لك ما فشرت ولا؟ ما فشرت. ما بتشوف صفرة ولا بكتب كتابك عليها إلا بشور أبوها. بكتب كتابي عليها وباخدها برات الشام، وأهلها يموتوا إن عم يدوروا عليها، ما هيك؟ وأنا قاعد بس عم بتستر على ابني فضايح ابني. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. قومي سؤال، قومي شوفوا أنا المخلوقة بركي بدها شيء، لازم أشيء، قومي. انتي شلون تعملي باهلك هيك؟ والله اذا برجع لعند اهلي بيقتلوني. ما راح ارجعك، بس انتي عرفتي شو عملتي فينا؟ لك انتي خربتي بيتنا. البكا ما عاد يفيدك هلا، خلص اسكتي. بدك تاكلي او تشربي، هي دلال بتدير بال عليكي. طالعي لعندك على الاوضه يا مو. الحقيني قولي على انتي هربت. انتي بدي اسالك سؤال واحد، ورب موسى بتقولي الصدق. ما بتعرفي عنا شيء؟ ما حكيت لك مع مين راحت ولوين؟ لا والله عمو، هي انا دريت منك هلا. ما لمحتي عليها شيء؟ شفتيها عم تحكي مع حدا من الشباك؟ لا والله عمو، بس كنت شوفها مو على بعضها. واذا لشبك يا ساره تقلي ما في شيء. مشان الله مشان الله تذكري منيح، تذكري تذكري لك بنتي. والله ما في شيء خالتي، لو في شيء كنت خبرتك دغري. طلعي فيه منيح، حطي عينك بعيني. مسكيني لك بنتي، مسكيني.